رياض أحمد أكبر وأكبر وأكبر من هذا التقرير بالنسبة إلي آني، لأنه إذا نريد نحكي عن تاريخ أنا وياك الحلقة ما تخلص. حقول لك شغلة، أنا عندي البنت لما تفقد أبوها، لما يكون الأب موجود تحس هو دائما السند والظهر، فلما ببكي في حضن راح أركض عليه. أنا والدي متوفي ب 18/1 فأتفهم أنت. الله يرحمه. طيب. فأنا لما توفى أبويا وعافني بعمر صغير حسيت نفسي أني مسؤولة، أنا إحساس رجل بجسد أنثى. قليل وعد مني وعد. أقول له أبا تحتار وياك، أريد ما أريد أنساك، أبا تحتار وياك، أريد ما أريد أنساك، أشوفك أنت آني زمان أنت ومكاني، حدش الناس أذاني، حدش الناس أذاني، أحبك ليش ليش ليش، ما أدري ما أدري.